النشاط الإنساني لم يثبت إلى الآن أنه هو المسبب للتغير المناخي. وبالتالي لكن تعمد المفاوضون وبالذات من الدول الصناعية أن يقولوا أن علينا أن لا ننتظر إلى أن يتأكد تماماً قبل أن نبدأ في اتخاذ الإجراءات. إذن ما هو المسبب برأيك دكتور؟ هذه تغيرات طبيعية، قد يكون دور للشمس، قد يكون دور للمحيطات، وكثير من الأبحاث في هذا المجال، لكن تم إلقاء هذه الآراء جميعها عرض الحائط، وتم التركيز على أن النشاط الإنساني هو السبب في تغير المناخ. وكان من يقول أنه ليس هنالك دور للنشاط الإنساني كان يتهم بأنه لا إنساني في إطار الحملات مثل اللاسامية إلى آخره. على العموم، من خلال هذه المفاوضات تم أيضا تخير غاز ثاني أكسيد الكربون وفصله عن بقية غازات الاحتباس الحراري التي جميعها ممكن أن تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض، مثل النيتروز أوكسايد، مثل الميثين إلى آخره. وتم التركيز على غاز ثاني أكسيد الكربون، ومن غاز ثاني أكسيد الكربون تم التركيز على الوقود الأحفوري فوسل فيول، والذي يأتي الفحم والبترول والغاز كمكونات لهذا الوقود الأحفوري. في ظل التحيز الموجود والمحابي لصناعة الفحم والتي إلى الآن يقدم لها إعانات، فإن المستهدف الرئيسي من خلال كل هذه المفاوضات هو بدرجة رئيسية النفط، والذي تفرض عليه ضرائب مرتفعة، ومن المتوقع أن تزيد هذه الضرائب في الفترة القادمة. لذا فإن الاتفاقية التي أبرمناها في عام 91 تنص صراحة أنه إذا كنا سنسير في هذه المفاوضات فلا بد أن نتفق على مبدأ الملوث يدفع. الدول الصناعية هي من سببت زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي عليها أن تدفع للدول النامية من أجل التمويل، عليها أن تبدأ في الالتزام، وليس هنالك التزام صارم على الدول النامية. ومن هنا استمر الجدل والمفاوضات إلى أن وصلنا إلى باريس غدا. وأعتقد أننا مهمش أن يتم بالنسبة للدول المنتجة للنفط أن تتحقق من تواجد شروط أساسية. نعم دكتور، إذا سمحتي لي أختي الفاضلة أن أذكرها. نعم، لكن قبل أن تذكر شروط دكتور، في حال تم فرض ضرائب ورسوم على بعض أنواع النفط، كيف ستتضرر دول الخليج، وما هي أنواع النفط التي ستكون الضحية؟ الدول الصناعية وحتى الدول الصاعدة بدأت في استخدام وتبني إجراءات ترشيد استخدام النفط من منطلق أن هذا سيوفر عليها في فاتورة وارداتها النفطية، وهذا من حقها. لكن أن يكون هنالك تحيز ضد النفط بحيث أنه يتم فرض مزيد من الضرائب عليه بالرغم من الضرائب المرتفعة أصلا على المنتجات البترولية، فإن هذا سيؤدي حتما إلى التأثير في الطلب العالمي على النفط. هنالك دراسات أجريناها ولا زالت هنالك دراسات تجرى تبين أن الحالة التي يتم فيها إبرام اتفاق وتنفذ الدول كافة التزاماتها، فإن هذا سيسرع من وصول النفط، الطلب على النفط إلى ذروته بحلول عام 2025، ومن ثم يبدأ معدلات الطلب في الانخفاض. هذه بسبب الإجراءات القاسية والتي قد تكون ملزمة. لذلك أنا أنصح ممثلي الدول المنتجة للبترول غدا أن ينضموا للولايات المتحدة الأمريكية في عدم الموافقة على إلزامية هذه الاتفاقية، بمعنى أن يكون هنالك اتفاق وليس اتفاقية. نعم دكتور. اثنين، لا تشارك دولنا النفطية في تمويل برامج التي تستهدف الاستغناء عن النفط الخليجي أو النفط من الدول المنتجة. ثلاثة، أن لا تكون هنالك مراجعة إلزامية من قبل الأمم المتحدة لبرامجنا التي سنتبناها طواعية لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. أعتقد أننا لابد أن نشكل جبهة موحدة مع الدول النامية وأيضا الدول الصديقة في سبيل
التوصل إلى اتفاق عادل نعم لا يمرر بموجب الدول الصناعية العبء إلى دولنا النامية وبالذات دولنا المنتجة للنفط.